ميتسو، الرجل الذي غير المرض طريقة نظرته للحياة، فاستلهم الصبر والقوة والإرادة من مواطنه إريك أبيدال في مباراة أطلق عليها مباراة حياته. إنجازاته مع المنتخب السنغالي ما زالت تحاكي التاريخ، حين قاده إلى ربع النهائي مونديال عام 2002 في كوريا الجنوبية واليابان، بعدما حقق أبرز المفاجآت في المباراة الافتتاحية على منتخب فرنسا بطل مونديال عام 98 بهدف دون رد. وفي نفس العام أكد سطوع نجمه في السنغال حين قاد أسود التيرانغا لنهائي كأس الأمم الإفريقية أمام الكاميرون. في قطر كانت الرحلة مثالية للمدرب الفرنسي حينما عانق الألقاب مع نادي الغرافة قبل أن يكمل الرحلة مع العنابي. ميتسو الذي كان على أعتاب عامه 60 له صولات وجولات في الملاعب الخليجية، واجه خلالها نجاحات عدة لعل أبرزها في الإمارات قيادته منتخبها إلى لقب كأس الخليج للمرة الأولى في تاريخها في خليج 18 في أبوظبي عام 2007. وفي الإمارات أيضا أهدى فريق العين أول لقب في النسخة الجديدة من دوري أبطال آسيا عام 2003، ثم انتقل إلى تجربته الثالثة في هذا البلد مع الوصل خلفا للأسطورة دييغو مارادونا حتى أواخر تشرين الأول أكتوبر من العام الماضي، حين كانت الصدمة شديدة على عائلة برونو أو عبد الكريم كما أسمى نفسه حين اعتنق الإسلام العقد الماضي بإصابته بمرض خبيث في مرحلة متقدمة على مستوى الأمعاء والكبد والرئة، ليبدأ مباراة من نوع آخر